لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أورفا تركيا الكاتب والمحلل السياسي ركان الخضر. أهلا بكم سيدي. مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. كيف تقرأ الحراك الصهيوني في الجولان بعد القرار الأمريكي بالتزامن مع الإعلان عن خطة استيطانية لحكومة الاحتلال تهدف إلى توطين ربع مليون مستوطن في مرتفعات الجولان السورية المحتلة؟ أختي، الأمر واضح وبالدليل القاطع على أن المقبور حافظ الأسد باع الجولان لإسرائيل في عام 1997، وقام بمسرحية عام 1973 ما سميت بحرب تشرين التحريرية بين نظام الأسد المجرم وحكام إسرائيل في ذلك الوقت، وكان تثبيت هذه العملية عملية البيع، وأيضا تنفيذا لما يسمى بصفقة القرن التي دعا لها ترامب ومستشاره كوشنر. وما تصريح السيد رامي مخلوف ابن خال الرئيس المجرم بشار الأسد، وبكل وقاحة قال بأن العلاقات مع إسرائيل قوية جدا وأن أمن إسرائيل من أمن سوريا، ورأينا ذلك جليا في منع إسرائيل من تسليح الجيش الحر السوري الحر، وأيضا سماح إسرائيل لحزب الله في دخول سوريا وإيران وروسيا، لتثبيت بشار الأسد لهذا الوقت من أجل تثبيت هذه العملية. وللأسف الشديد في ظل ترهل وضعف النظام العربي بشكل عام، وأيضا العالم الإسلامي الذين لم نرى لهم موقفا حازما. نعم، سنتحدث عن المواقف إزاء هذا القرار، لكن إلى أي مدى تتوقع أن مجلس الأمن سيتحرك أمام قرار بناء 30,000 وحدة استيطانية في الجولان المحتل، وهو محتل وفقا للشرعية الدولية أيضا؟ للأسف الشديد مجلس الأمن أصبح عبارة عن مجلس أقوياء من أجل تمرير سياسات دولية في صالح الكيان الصهيوني. رأينا أن مجلس الأمن اتخذ كثيرا من القرارات التي تخص القضية الفلسطينية والقضية قضية الجولان السوري المحتل، ولكن للأسف الشديد لم نجد أي تفعيل لهذه القرارات على الأرض. لذلك ستبقى حبرا على ورق وستبقى داخل الأدراج هذه القرارات، وما سيتم فعلا فعله هو أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط هذه القرارات وتفرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي وعلى للأسف الشديد النظام العربي الذي بات في أضعف مراحله الآن. كيف تفسر صمت النظام السوري من القرار الأمريكي والخطة المعلن عنها؟ للأسف الشديد بشار الأسد المجرم هو من ضمن عملية صفقة القرن، وبموجبها سيتم إخلاء بعض المناطق في فلسطين المحتلة وإعطائها للفلسطينيين مقابل التوطين في الجولان، وهي الأكثر أهمية طبعا للكيان الصهيوني. فبشار الأسد للأسف الشديد تغاضيه عن هذه العملية وصمته عن هذه العملية هو عملية موافقة. ورأينا أنه لافروف قد زار، أو عفوا نتنياهو قد زار موسكو قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بأن موافقة بشار الأسد أخذت من روسيا وذهب بها إلى
السيد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت عملية ترامب هي تصديق لتخلي بشار الأسد عن هذه البقعة الغالية على قلوبنا نحن السوريون. ماذا بيد المعارضة من كل هذه القرارات الأخيرة حول احتلال الجولان؟ طبعا المعارضة السورية هي للأسف الشديد أيضا ليست في أحسن أحوالها، وطبعا هي منشغلة بالوضع الداخلي في سوريا وفي معاناة الشعب السوري، وقف القتل، وقف التهجير، ومساعدة الناس في المخيمات التي رأيناها قد غرقت في اليومين الماضيين. إذن المعارضة ليس بيدها قرار للأسف الشديد، القرار السوري الآن أصبح في يد الدول الضامنة وبيد المجتمع الدولي أو الدول المتنافسة على الأرض السورية. في القمة العربية أمس خرج المجتمعون فيها بإعلان تونس بتوصيات كان من بينها تمسك بالجولان كأرض عربية سورية. ما الإجراءات الواجب اتخاذها برأيكم لضمان الحق السوري على هذه الأرض والسيادة عليها أيضا؟ أنا أسلفت القول، قلت أن النظام العربي ليس في أحسن أحواله، وهو يعيش اليوم ضعفا للأسف الشديد لم يسبق للأمة أن وصلت إليه في العصر الحديث. وأجد أن هذه التوصيات لا ترقى إلى مستوى الحدث، لم يكن هناك حراك دبلوماسي واضح أو طلب لعقد مثلا مجلس الأمن لاتخاذ قرار في ذلك، لم نجد كل هذه الأمور قد جرت على مستوى الحدث الكبير الذي صدر من السيد ترامب. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ركان الخضر، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة أرفا التركية.